فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.